ماشي الماراثون دوري. عنده الهراوة يشبه هو عاد يتلقى الثاني ديالي كل يعني ما نطيح شميت تبارك الله. يعني استغلينا الطرف ديالنا. شوف هذيك غادي تعدل لنا واحد الفوطو. خلي العيال مشاو المرجان وانا ندخل للديكات. شكون قول لي الطيفو دريكون؟ آه. لا 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 بن يونس. شنو قال له؟ قفانش الشهر ديال القفانش متوجهين نضرب ليهم. حنا كندرم منطقة اندلس انت خصك تخدم موجود في الكره عندهم لا والو ما كيعملوا والو واخا هذا هو ما كيصافي بحال الذهب التصوير هنا فين كنمشيو نتشاف خاطر غير هذيك العنصر موسوعة اللي عينك يبان زينك اخي حميد لا لا نحو دار الخنوس ما غاديش ندخلو لدار الخنوس غادي نهبطو للشلال ديال الخنوس باش نتوجهو لسيدي تميم وما سيدي تميم غادي نفتشو على الطاق ديالنا الزرقاء في وسط واحد الخندق اخر غادي نعملو واحد بتيت بوز هنايا نرتاحو شي شويه نشربو شويه د الماء ناكلو شي حاجه تقريبا موقفنا شي في خندق النحل تقريبا موقف عشي تقلب الجو توتالمون كاين الضبابة دابا حاليا ولكن هذا ما كيمنعش من التوجه
واضح ان شاء الله. لا تصوركم في هذه اللحظه. تبارك الله عليكم. يلا حميد سيب العود. الله يا غي حميد، الله يا غي حميد. طبيعيا بلديا نيشان من وطلع الإذاعة فهمتيني ولا لا؟ الآن في سيدي مغيث يمشيو تيطفيو العافية ديالهم. ايوا ايوا يهبطنيش انا شلل انا مزيون هذه احسن منا. هذيك الشجره اللي في وسط الواخا هنا اما وقع له معاهم شي منظر. انا شحال وقتهم وهو الان كيتمتع جيتو غير بجوج؟ وين طلعتوا؟ الإذاعة؟ وين طلعتوا من دار الغازي؟ على الطريق؟ على دار الغازي على الشنطي. هذا كيكوزو من هنا غير معز. هو ان هذه المناظر اللي كوزنا فيها الساحره والرائعه ما يمكنش تشوفها من غير جوج الاماكن، ناشيونال جيوغرافيك وصحاف مقري، صافي. غير هذا الشيء ما يمكنش يتوافق. افتح الشلال دار الراعي. تبارك الله علينا. شلال تا هو كيبان. شكون قيل لا اله الا الله.
تبقى واحد تلتاح. جنقلي جنقلي فاللي افطر الخندق ديال الزرقاء، والمشكله هو ان الرطوبه بزاف. ولكن ملي كملنا هاد المان ودخلنا في هاد القنار طاح علينا صوت دري اخر مره هاني هذاك تما الحجر بزاف وصعيب شويه، هذا سهل. اما حلب اما معزه، ما عرفتش شنو هذيك. لا حلوف هذا، لا ماشي هذيك، راه تجي هذا حتى هذا المسمق به، هذا هو اللي كان هذاك عطاه مع الفجوره كان ملك هذيك الوقيته. هذه صنعنا في الصوره الجروب فين ساهل، وهذه كامله مور هذيك. لا فيديو اخي، فيديو على سلسلة اخي. كما شفتي احنا وصلنا دابا كما قلنا احنا في الزرقاء دابا نسكن الشيء اللي كاين. الكلمة اخي ثانية سي سعيد، قول لي سي سعيد. احنا الان في الزرقاء من بعد 20 كيلومتر ديال المسار اللي جبناه بالتمام والكامل، كيف ما سطرناه جبناه 20 كيلومتر، ولكن ربحنا نص ساعة لأن عملنا 7 ساعات ونص أوليو ديال 8 ساعات. تحية كبيرة من جمعية روندورغيس، وتحية كذلك كبيرة وكبيرة جدا لعبد العزيز ديال صفحة بن قريش اللي على طول المسار هو معذب معنا في التوثيق ديال هذا المسار هذا، وتحية له كبيرة، وتحية لجميع الإخوان اللي تلاقيناهم في الطريق من أكادير ووزان، وتحية لجميع المرشدين السياحيين.